ونبقى مع أخبار الدوري الممتاز، حيث يحل الميناء ضيفا على النفط يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 18 للمرحلة الأولى للمسابقة، ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقفهما بجدول الترتيب العام للمسابقة، حيث يحتل النفط المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما يبلغ رصيد الميناء 35 نقطة في المركز الثامن بسلم ترتيب الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.